بحب الاثنين، العب كويس واكسب، وان ما كانش اللعب كويس اكسب على طول وخلاص. والله طبعا ان احنا نلعب كويس قوي دي حاجه مهمه برضو، بس الاهم ان احنا نكسب. يعني كده كده المكسب في الاول في الاخر هو اللي بيتحسب. لا طبعا الاثنين، اداء ومكسب. النادي الاهلي معودنا دايما من واحنا صغيرين يعني الاهلي بيكسب والاداء كمان. اكسب بدون اداء، لان في الاخر المكسب هو الرياضه كلها، فالاهم اللي انا اكسب من اللي انا من الاداء. يعني احب الاثنين، بس هو في مباريات برضو بتكسب ولا تلعب. انا مقتنع بكده الحقيقه. لا انا العب كويس قوي بس عايز اكسب برضو. لا بس هم عندي الاداء يعني. لا احب طبعا نكسب، بس برضو ما يعني احب الاداء كويس، بس ما يهمنيش الاداء كويس قوي قد ما يهمني ان لازم اكسب. احنا كاهلاويه ما بنرضاش لا بالتعادل ولا بالخساره. احب قوي اكسب باداء، بس مع النادي الاهلي طبعا فريق النادي الاهلي الاداء بيبقى فيه حاجه تانية يعني، بس في الاخر طبعا لازم يهمنا الاهلي كاهلي مكسب.